أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. إحنا في فترة السرايات المستمرة معانا لنص شهر 5، وأي استقرار في الجو راح يعتبر نسبي ومؤقت مثل الليلة. أجواءنا مستقرة نسبيا، لكن نتوقع باكر أن يقلب الهواء وتكون الأجواء غير مستقرة. أما بالنسبة لأجواءنا المتوقعة الليلة، الهواء كوس تتراوح سرعته من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، خفيف إلى معتدل السرعة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 21 درجة مئوية، في الغرب الكويت في الجهرة 20 درجة مئوية، وفي الشقاية والسالمي 18 درجة مئوية. كذلك الأجواء معتدلة في العبدلي 19 درجة مئوية، وفي الوفرة 18 درجة مئوية، في الجزر الكويتية 20 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم، والتيارات المائية ضمن فترات الحمل. الحداقة اللي حابين ينزلون البحر، الأجواء البحرية جدا مناسبة اليوم، لكن من باكر مع نشاط الرياح اللي قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، راح يعلو الموج يوصل إلى 6 قدم، وراح يكون مزعج بعض الشيء إذا تنزلون البحر. أما بالنسبة لأجواءنا المتوقعة باكر، أجواء غائمة جزئيا، والهواء قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثير للغبار على المناطق المكشوفة، وهناك فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقع في مدينة الكويت 30 درجة مئوية، في الجهرة 32 درجة مئوية، كذلك في الشقاية والسالمي 32 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبدلي 31 درجة مئوية، وفي جنوب الكويت في الوفرة 33 درجة مئوية، وفي الجزر الكويتية 29 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين خلكم معنا لمعرفة التفاصيل حول حالة البحر ومواقيت الصلاة. بالنسبة لأجواءنا المتوقعة خلال الأربع أيام الجاية، مثل ما قلت لكم يوم الأثنين قد تنشط الرياح وتصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، راح تكون مثيرة للغبار بالأخص على المناطق المكشوفة، وفي فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. العظمى راح تكون 30 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية، واستمرار في هواء الكوس الأثنين والثلاثة. العظمى راح تكون 30 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الثلاثة الأجواء بشكل عام راح تكون غائمة لكن مشمسة في معظم الوقت. يوم الأربعاء والخميس الأجواء مشمسة، درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 33 و35 درجة مئوية، والصغرى ما بين 19 و21 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين لمعرفة تفاصيل أكثر حول الجو تابعونا في نشراتنا الجوية القادمة، وحين أترككم مع درجات الحرارة في العواصم الخليجية والمدن العالمية.